السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات، معكم مصطفى صادق. ما زلنا في الفصل الثامن من منهج الشبكات الأكاديمي، واللي نتحدث به عن Network Security. أكملنا في المحاضرة السابقة الحديث عن السكيورتي الموجودة في الطبقة الرابعة اللي هي Transport Layer المتمثلة بال SSL. اليوم راح نتحدث إن شاء الله عن السكيورتي الموجودة في الطبقة الثالثة اللي هي Network Layer Security والمتمثلة بال IPSec. الفرق الرئيسي بين هذين البروتوكولين أنه يعني في أغلب الشبكات يكون كلاهما يعملان سوية. الـ SSL مثل ما ذكرنا هي لتأمين الطبقة الرابعة أو ما يسمى بالـ End to End Connection، اللي هو الاتصال، يعني تأمين الاتصال يعني من الـ Sender مهما كان إلى الـ Receiver في أي شبكة أخرى. بالنسبة للـ IP Security تعمل فيها الشبكة الواحدة فقط، اللي هي وظيفتها أنه تقوم بتأمين الاتصال from entity to entity. الـ Entity نقصد بها الوحدة أو يعني البنية الأساسية للشبكة، اللي قد تكون راوتر أو حاسوب أو فايروول أو غيرها. فقط هو وظيفة تأمين الاتصال بين الأجهزة في الشبكة الواحدة فقط، ولذلك هي تعمل فيها النتورك لاير. يعني فهذا هو الفرق الرئيسي اللي راح نتحدث عنه إن شاء الله. بالبداية، ما هو النتورك لاير كونفيدنشاليتي؟ كونفيدنشاليتي نقصد بها الأمنية أو السرية أو الخصوصية. أولا، هي راح تكون between two network entities مثل ما ذكرنا، بين وحدتين من وحدات الشبكة الواحدة، بحيث أنه الوحدة هنا طبعا من نقول entity مثل ما ذكرنا نقصد بها end device، قد يكون يعني لابتوب أو سمارت فون او بي سي او اي نوع من انواع الاجهزه الاخرى، او ايضا قد يكون يعني راوتر، يعني جهاز وسطي في الشبكه. فالوحده او الجهاز الذي يقوم بالارسال يقوم بتشفير داتاجرام بايلود. داتاجرام بايلود نقصد به هو البيانات يعني، او الحمل او يعني الداتا اللي نريد ارسالها. وطبعا اللي قد تتكون من تي سي بي او يو دي بي سيجمنتس، مثل ما ذكرنا السيجمنت اللي موجوده في الطبقه الرابعه اللي هي نوعيتها قد تكون يو دي بي او تي سي بي، يتم تجزئتها او تقطيعها الى ما يسمى بالبيلودز في الطبقه الثالثه. هذه طبعا قد تكون اجزاء من اليو دي بي او تي سي بي هي التي يتم تشفيرها. قد تكون عند رساله من نوع الاي سي ام بي اللي هي تستخدم في البينج وغيرها. قد تكون عند رساله راوتينج بروتوكول مثل الاو اس بي اف او غيره. كل انواع هذه الرسائل يتم تشفيرها في من قبل الجهاز المرسل، ثم بعد ذلك يتم فك التشفير من قبل الجهاز المستلم في داخل الشبكه الواحده. كل انواع البيانات مثل ما ذكرنا ترسل من قبل احد الاجهزه الى جهاز اخر، يجب أن تكون hidden، يجب أن تكون مخفية. طبعا أنواع البيانات مثل ما ذكرنا قد تكون web pages, email addresses, point to point file transfers, TCP send messages وغيرها. كل أنواع الرسائل يجب أن تكون مغطاة. نوعية التغطية هنا يسمى يعني يشبهها بأنه هي كأنه blanket coverage، يعني كأنه مغطاة ببطانية أو بغطاء. أيضا راح نتعرف على ما هو المقصود بهذا المصطلح. طبعا يعني الحل التقليدي لهذه العمليه هو ما يسمى بالفيرتشوال برايفت نتوركس، اللي هي الشبكات الخاصه الافتراضيه. الحافز او المحفز لاستخدام هذا النوع من انواع الشبكات، عاده المؤسسات يعني تحتاج انه تستخدم شبكات خاصه لنقل بياناتها من اجل الامنيه. الا انه يعني تنصيب شبكه خاصه فقط للمؤسسه التي تمتلك مثلا ثلاثه فروع في ثلاثه مدن، بحيث انه تقوم بمد شبكه بين هذه الفروع الثلاثة سواء كانت الشبكة سلكية أو لاسلكية، عادة هذا راح يكون costly، يعني عملية مكلفة جدا. وبالتالي وأيضا طبعا راح تكون عندك separated routers ولينكس وDNS infrastructures، كل هذه الأمور راح تكلفك الكثير من الأموال. فبدلا من ذلك يعني المؤسسات التي تمتلك الكثير من الفروع في العالم اليوم، بدل أن تقوم بتنصيب شبكة خاصة بها اللي هي private network، قامت باستخدام الإنترنت واللي هو يعني شبكة عامة، إلا أنه تستخدم في داخلها ما يسمى بالشبكة الخاصة الافتراضية، ولذلك سميناها virtual، أي أنه هي المؤسسة تحتاج أنه تستخدم شبكة خاصة، لأنه هي ليس هناك خصوصية، يعني ليس هناك شيء خاص في الإنترنت، هو عام للكل، إلا أنه من خلال عدة إجراءات أمنية اللي إحنا نسميها virtual private network، راح نستطيع توفير فد خصوصية معينة للشركة، بحيث أنه بياناتها يفترض أنه لا يطلع عليها إلا الأطراف النهائية الخاصة بها، بحيث أنه الـ Institutions Inter Office Traffic، يعني الترافيك أو البيانات المتناقلة بين المؤسسات المختلفة أو الدوائر المختلفة العائدة لنفس المؤسسة ترسل عبر الـ Public Internet، إلا أنها بدلا من ذلك تكون مشفرة قبل أن ترسل إلى الإنترنت، و Logically Separated from Other Traffic، يعني يجب أن تكون منفصلة منطقيا عن بقية الترافيك الموجود في الشبكة، أي أنه السلك الواحد أو الرابط اللاسلكي الموجود بين أي مدينتين راح تمر من خلاله الكثير من البيانات. بعضها راح تكون هي يعني هي كلها راح تكون بوبليك، لانه تستخدم البوبليك انترنت، الا انها راح تكون مشفره بحيث انه لا يستطيع اي شخص يعني مسكها فهمها مباشره الا اذا كان يمتلك درجات معينه من الاحترافيه في الاختراق وغيرها. فنلاحظ هنا اذا كان لدينا مثلا الهيد كوارترز
اللي هو الفرع الرئيسي للمؤسسة في مدينة معينة أو في دولة معينة، وكان أكو عندنا برانش أوفيس اللي هي أو السيلزمان أو رجل المبيعات في هوتيل مثلاً. الهيد كوارتر عندما يقوم بإرسال بيانات معينة، يفترض هو بالوضع الطبيعي يرسل البيانات هي الآي في هيدر والداتا جرام هيدر أو الباكيت، يعني يرسلها مباشرة على البوبليك إنترنت، لأنه في الوضع الحالي راح تكون عندنا آي في هيدر والباكيت هيدر، ثم بعد ذلك الآي بي سيك هيدر والسكيور بايلود. يعني هنا تصير عندنا عملية تشفير. أين تتم عملية التشفير؟ في الراوتر with IP version 4 and IP sec. يعني عادة التشفير يتم من خلال الراوتر، أو ممكن أن يتم من خلال الـ end user أو الـ end devices. تذهب البيانات إلى public internet، بعد ذلك أيضا عندما تصل يعني تطلع من الإنترنت أيضا راح تكون عندنا IP header, IP sec header, secure payload. أيضا تصل إلى راوتر يمتلك الـ IP version 4 والـ IP sec، وأيضا تصل إلى branch office. هنا تلاحظ أنه يذكر IP version 4 و IP sec. في الاي بي فيرجن 4 كانت يعني عمليه استخدام الاي بي سيك هي اوبشنال اختياريه، الا انه في الاي بي فيرجن 6 الموجود حاليا اصبح استخدام الاي بي سيك للاي بي سكيورتي اوبليجيتوري، يعني الزامي يجب ان يكون موجود. فعندما تجد انه موجود اي بي فيرجن 6 فهو شيء طبيعي هو يستخدم الاي بي سيك، اي بي فيرجن 6 يستخدم الاي بي سكيورتي. نفس الحاله ايضا البيانات المرسله للسيلزمان في الهوتيل اللي هو رجل المبيعات الموجود فيه هوتيل او في اي مكان اخر اللي يستخدم اللابتوب الخاص به، ايضا راح تجي البيانات عباره عن اي بي هيدر الاصلي، وايضا عندنا اي بي سيك واي بي سكيورتي هيدر، وايضا اخيرا السكيور بايلود. فهذه هي العمليه اللي راح تتضمن موجوده في الفيرتشوال برايفت نتورك. الاي بي سيك سيرفيسز الخدمات اللي وفرناها الاي بي سكيورتي هو الداتا انتجريتي تكامل البيانات اوريجينال اوثنتيكيشن الاوثنتيكيشن الموجود اصلا يعني اللي تحدثنا عنه سابقا، ريبلاي اتاك بريفنشن منع الاتاك اللي اسمه ريبلاي اتاك، الكونفيدنشاليتي الخصوصيه او الامنيه او السريه. بصوره عامه الاي بي سيك يستخدم اثنين بروتوكولات كل واحده منهم لها خدمات مختلفه اللي هنا الاي اتش والاي اس بي، وراح نتحدث عنهم ان شاء الله. الاي بي سيك ترانسبورت مود اكو عندنا نوعين من يعني تو مودز للعمل، اكو تانلينج مود وكل ترانسبورت مود. في الترانسبورت مود راح الجهاز الاصلي او الاند ديفايس راح يستخدم الاي بي سيك، ثم ينقل البيانات الى الراوتر، ومن الراوتر يذهب الترافيك عبر الانترنت الى الراوتر في الطرف الاخر. الراوتر في الطرف الاخر ايضا راح يستلم البيانات ويرسلها الى الاند ديفايس واللي هو ايضا يحتوي على الاي بي سيك، فيقوم بفك تشفير البيانات. فهنا الداتا جرامز ايميتد اند ريسيفد باي ذا اند سيستمز، اي ان البيانات المشفره يتم استلامها وارسالها واستقبالها من قبل الاجهزه الطرفيه. بروتكتس ابر لاير بروتوكولز، وبالتالي اللي هي راح تحمينا البروتوكولات الموجوده في الطبقات العليا اللي هي الترانسبورت لاير والابلكيشن لاير. التانلينج مود هنا راح تختلف العمليه، انه راح اللي يكون مسؤول عن الاي بي سيك هو الراوتر، الراوترات هي راح تكون مسؤولة عن إنشاء التنل. التنل طبعا نقصد به هو النفق، النفق اللي هو عبارة عن حيز البيانات أو قناة اتصال البيانات التي تكون مشفرة، بحيث أنه من يكون خارجها يعني يكون عليه من الصعب عليه فهم ما هو موجود في داخلها. فهو يعني إذا ردت تعرف العلاقة بين Virtual Private Network والIP Security والتنلينج هي كالآتي. Virtual Private Network هو المفهوم العام الذي من خلاله نستطيع استخدام الكثير من البروتوكولات التي تؤمن وجود اتصال آمن بين الفروع المؤسسة المختلفة من خلال استخدام شبكة عامة اللي هي مثل الإنترنت. كيف يتم تأسيس هذا الاتصال الآمن؟ من خلال إنشاء ما يسمى بالتنل اللي هو يكون virtual tunnel، يعني كأنه نفق وهمي أو نفق افتراضي، من خلال تشفير البيانات باستخدام بروتوكولات الـ IP security لكي تمنع أي شخص موجود في الوسط اللي هو ترودي مثل ما ذكرنا اللي هو المان in the middle أو الومن in the middle، تمنعهم من اختراق البيانات وفهم معناها، لأنه راح تكون مشفرة وبالتالي استلامها بصيغتها المشفرة يجعل من الصعب فهم محتوياتها. هنا مثل ما ذكرنا في الطور السابق كان أكو عندنا الـ IPsec Transport Mode، الطور الحالي هو IPsec Tunneling Mode، راح يكون المسؤول عن التشفير وفك التشفير هو الراوترات وليس الأجهزة الطرفية. هنا الـ Edge Routers IPsec Aware والهوست IPsec Aware أيضا، يعني هنا ممكن يكون أكو يعني الراوترات هي المسؤولة وفي نفس الوقت تكون الأجهزة الطرفية أيضا هي المسؤولة عن الـ IPsec، يعني كأنه تكون عندنا Double Mode أو يعني encryption. بروتوكولات الـ IP security اللي ذكرناهن اللي هي الـ AH والـ ESP. الـ AH هو authentication header protocol، يوفر لنا secure authentication اللي هو يعني تأكيد الهوية، data integrity تكامل البيانات والتأكد من صحتها وعدم تغيرها أثناء الإرسال، وأخيرا confidentiality السرية but not confidentiality، يعني يوفر لنا الـ authentication والdata integrity ولكنه لا يوفر الـ confidentiality. اما بالنسبه للانكابسوليشن سكيورتي بروتوكول فهذا يوفرهن ثلاثه، يوفرن السورس اوثنتيكيشن والداتا انتجريتي والكونفيدنشاليتي، وبالتالي لانه يوفرن ثلاث
ميزات من ميزات يعني مميزات السكيورتي راح يكون هو more widely used than AH، يستخدم بشكل أكبر من الـ AH authentication header. فهنا راح يكون عندنا أربعة four combinations are possible. ممكن يكون عندنا الـ host mode with AH أو الـ host mode with ESP، يعني هنا الأجهزة الطرفية تستخدم الـ AH أو الأجهزة الطرفية تستخدم الـ ESP، أو ممكن يكون عندنا tunnel mode يستخدم الـ AH اللي هو مثل ما ذكرنا معناتها routers، أو tunnel mode يستخدم الـ ESP. هذا هو يعني الـ most common and most important، هذا هو أكثر واحد مستخدم وأكثر واحد مهم ومفيد بالنسبة لنا، لأنه إحنا مثل ما ذكرنا الـ ESP أفضل من الـ AH، وتوظيف هذه الخاصية في الراوتر أو في التنل راح يكون هي أفضل مما وضعها في الـ End User. Security Associations اللي هي التخصيصات الأمنية، قبل أن يتم إرسال البيانات فإنه يعني يتم تؤسس ما يسمى بالـ Security Association اللي هو الـ يعني التخصيص الأمني بين الـ Sender والـ Receiver، From Sending to Receiving Entities. Security authentications أو associations هي تعتبر simplex، أي أنها تعمل في اتجاه واحد فقط. simplex لأنه أكو عندنا half duplex و full duplex اللي تحدثنا عنها في الفصول السابقة. Ending receiving entities maintain status information about SA، يعني الأجهزة الطرفية المستلمة أو النهائية يعني sending و receiving تحتفظ بالstate الحالة الخاصة بالsecurity association. مثل ما نتذكر أنه TCP أيضا كان يحتفظ بالحالة الخاصة به لأنه هو كان يعتبر stateful protocol يحتفظ بالحالة، بخلاف الstateless اللي هو أو الconnectionless مثل الIP اللي هو الconnectionless يعني لا يحتفظ بالحالة لأنه يعني يقوم بإرسال البيانات ثم ينسى ما الذي حصل. بالنسبة للTCP لا، يقوم بإرسال البيانات والاحتفاظ بتاريخ أو history عن البيانات التي تم إرسالها، ولهذا نسميها status information. بالنسبة للاي بي مثل ما ذكرنا هو connectionless، الا انه الاي بي سيكيورتي از connection oriented، اي انه يقوم بحفظ الاتصال ويقوم بالحرص على وجود يعني acknowledgement او negative acknowledgement و retransmission وغيرها من الامور الاخرى. How many security associations في البرايفت نتورك نحتاج بالهيد كوارترز والبرانش اوفيسز والترافلينج سيلزمان؟ هذا راح نتعرف عليه بعد قليل ان شاء الله. Example هنا أكو عندنا فد مثال معين عن الـ Security Association. إذا كانت عندنا هذا الـ Headquarter وهذا الإنترنت وهذا هو الـ Branch Office اللي هو الدائرة أو أحد فروع المؤسسة الرئيسية، فالراوتر الأول راح يقوم بالاحتفاظ بـ Security Association بعد ما يقوم بـ يعني إرسال البيانات. Security Association راح تكون هي عبارة عن 32 bit Security Association Identifier اللي هو يسمونه Security Parameter Index SPI. هذا هو عبارة عن 32 bit يتم حفظها في داخل الراوتر، تحتوي على الأمور التالية. أول شيء الأوريجينال سيكيورتي أسوشيشن إنترفيس راح يحتفظ بعنوان السورس اللي هو الأوريجينال أو الأوريجين، وكذلك الديستنيشن يعني من أين ستذهب البيانات الخاصة بهذا السيكيورتي أسوشيشن وأين ستذهب البيانات الخاصة بهذا السيكيورتي أسوشيشن. تايب أوف إنكريبشن نوعية التشفير المستخدم، قد يكون مثلا 3DES و CBS CBC. كذلك الإنكريبشن كي مفتاح التشفير. Type of integrity check نوعية فحص التكامل للبيانات مثلا اللي هو MD5 أو غيرها اللي تحدثنا عنها سابقا. وأخيرا Authentication key، كل هذه الأمور راح يتم حفظها في داخل الراوتر عندما يقوم بإرسال باكيت مشفرة بتقنية الـ Virtual Private Network أو الـ IP Security. Security Association Database هنا أكو أيضا يعني مثل ما ذكرنا أكو عندنا Security Association، هذا اللي هو البيانات اللي راح يتم حفظها في داخل الراوتر. هذه البيانات كلها راح تيجي تدخل عندنا في داخل ما يسمى بالـ Security Association Database اللي هو قاعدة بيانات تخصيص الأمنية اللي أيضا راح يتم حفظها في داخل الراوتر. Where it can allocate them during the processing، يعني الأجهزة الطرفية راح تحتفظ بحالة الـ Security Association في قاعدة بيانات الـ Security Association، واللي من خلالها تستطيع معرفة ما الذي حصل في هذه البيانات. إذا كان عندنا N من الـ Sales Persons، إذا كان عندنا N من رجال المبيعات أو المختصين المبيعات، فراح نحتاج 2 زائد 2 في N من السكيورتي اسوشيشنز في الراوتر 1 يعني في قاعدة البيانات، يعني كل جهاز نحتاج انه نتصل به يحتاج 2 زائد 2 في عدد الأجهزة من السكيورتي اسوشيشنز. هذه معادلة لحساب عدد السكيورتي اسوشيشنز اللي نحتاجها لكل فرع من فروع الشبكة. When sending IPsec datagram R1 accesses the security association database to determine how to process the datagram، يعني عندما بما أنه إحنا عرفنا أنه أكو عندنا قاعدة بيانات خاصة بالسكيورتي أسوشيشن، فعندما تأتينا أي بيانات ونحاول إرسالها يعني بصيغة الـ IP security، فالراوتر رقم واحد راح يقوم بالدخول إلى قاعدة البيانات ومن خلالها يستطيع معرفة أي ما الذي سيفعله بهذه البروسيس أو هذه الداتاجرام.
يعني راح يحصل من خلال الداتابيس كل هذه البيانات، واللي من خلالها يستطيع معرفة من أين ستذهب البيانات، من خلال يا انترفيس وأين ستذهب، يعني أين ستدخل إلى أي جهاز آخر، وكل الانكريبشن انفورميشن الأخرى. أيضا when IP security datagram arrives to R2، R2 أيضا راح يقوم باختبار الـ SIP SPI، وأيضا من خلالها يستطيع مقارنتها مع الداتابيس في داخله ويقوم بمعالجتها accordingly، يعني طبقا للمعلومات الواصلة له. يعني مثل ما ذكرنا هنا الراوتر الأول راح يحتوي في داخله SPD اللي هو Security Association Database، والراوتر 2 أيضا راح يحتوي Security Association Database، كل منهما يستطيع التعامل مع الآخر من خلال استخدام هذا الرقم اللي هو SPI اللي هو Security Parameter Index. هنا تلاحظ انه اكو عندك فد فوكس اون ناو ذا تنلنج مود. هنا البيانات اللي كانت في البدايه هي اوريجينال اي بي، اوريجينال اي بي هيدر، اوريجينال بايلود، وذاتس ات، يعني هذه هي البيانات الاصليه. هنا تم اضافه لها نيو اي بي هيدر والاي اس بي هيدر، اوريجينال اي بي هيدر والاوريجينال داتا بيس او داتا جرام، ثم بعد ذلك الاي اس بي تريلر والاي اس بي اوثنتيكيشن، هذه كلها دخلت عندنا عمليه الانكربشن، واللي هاي كلها راح تكون موجوده في داخل ما يسمى بالان شالي انشيلادا، انشيلادا اوثنتيكيتد. انشيلادا هذه طبعا يعني عبارة عن أكلة، هذه هي بحثت عنها، يعني انشيلادا ما لها طبعا ترجمة باللغة العربية، بس هي المفهوم الرئيسي لها انه هي عبارة عن أكلة تحتوي على كثير من البيانات في الداخل وتكون مغلفة من الخارج، بحيث انه الذي ينظر لها من الخارج لا يستطيع معرفة ما الذي موجود فيها الداخل. هذا هو المقصود من عنده، يعني عندما يقول بأنه هذه البيانات كلها راح تشفر، وفي داخل التشفير راح ندخلها في داخل انشيلادا اوثنتيكيتد. هذا هو الفكره من التنلنج. هنا وات هابنز، يعني هنا تلاحظ انه عندك الهيد كوارتر قام بارسال بيانات الى راوتر 1، راوتر 1 استخدم الداتابيس الخاصه به يعني معرفه ما الذي سيحصل، ثم قام بارسال بيانات عبر الانترنت، وصلت البيانات الى راوتر 2، بعد ذلك ايضا استخدم الداتابيس الخاصه به، وايضا من خلالها يعني عرف ما الذي سيفعله بهذه البيانات قبل ارسالها الى البرانش اوفيس، الى الدائره او الفرع الثانوي من الشركه. هنا راح نبدي نشرح الخطوات اللي راح تحصل واحده بعد الاخرى. اولا الراوتر الاول راح يقوم بتحويل البيانات الاصليه الى اي بي سيك داتاجرام، يعني يقوم باخذ البيانات الاصليه وادخالها في داخل الانشيلادا اللي تحدث عنها قبل قليل، بحيث انه راح يقوم بارفاق الاوريجينال داتاجرام، راح يخلي في داخلها بنهايتها اي بي اي اس بي تريلر، راح يقوم بعد ذلك بتشفير البيانات الناتجه باستخدام الخوارزميه ومفتاح التشفير المحدد من قبل السكيورتي اسوشيشن، بعد ذلك يقوم بارفاق الابند تو ذا فرونت اوف ذس، يعني يقوم بوضع في بدايه هذا الشيء كله الانكربتد كوانتيتي الاي اس بي هيدر والذي يحتوي على الانشيلادا، بعد ذلك ايضا يقوم يعني بانشاء الاوثنتيكيشن ماك اوفر ذا هول انشيلادا يوزنج ذا الجوريثم اند ذا كي سبيسيفايد بالاس اي مثل ما ذكرنا، واخيرا يقوم ب يعني ارفاق هذه الماك تو ذا باك اوف انشيلادا فورمينج ذا بايلود. يعني هذا عباره عن شرح لكل هذه الخطوات اللي راح تحصل هنا، انه البيانات الاصليه اللي اخذناها وضعنا في مقدمتها الاي اس بي هيدر، بعد ذلك وضعنا في مؤخرتها الاي اس بي تريلر، كل واحده منها تحتوي على البيانات اللي ناخذها من الداتابيس اللي هي السكيورتي اسوشيشن داتابيس، واخيرا نضع الاي اس بي اوثنتيكيشن اللي هي تحتوي على الماك. كريت براند نيو اي بي هيدر، هذا هو النيو اي بي هيدر اللي نقوم بانشائه، لانه حاليا الاي بي هيدر بكل الفروع او الحقول الخاصه به راح لا تقوم باستيعاب فقط بيانات البيانات الاصليه، وانما كل البايلود او الداتاجرام الجديد. في داخل الانشيلادا او في داخل هذه الاكله او الشيء المغطى راح يصير عندنا اي اس بي تريلر، هذا هو الذي يحتوي على كل هذه البادنج والباد لينث والنكست هيدر. الاي اس بي هيدر هذا هو يحتوي على الاس بي اي والسيكونس نمبر، الاس بي اي مثل ما ذكرنا سو ريسيفنج ذا انتيتي نوز وات تو دو، هذا راح تستخدمه الراوتر الثاني لمعرفه ما الذي سيفعله، وبالنسبه للسيكونس نمبر تو ثوارت ريبلاي اتاك، يعني ليمنع الاتاكس من نوع الريبلاي. الماك في الاي اس بي اوثنتيكيشن فيلد از كريتد وذ شيرد سيكريت كي، هنا الماك راح يصير عندنا موجود هنا في داخل الاي اس بي اوثنتيكيشن باستخدام السيكريت كي. اي بي سيكونس نمبر يعني الارقام التسلسليه، في البدايه راح يكون عندنا السندر يقوم بالبدايه باعطاء رقم سيكونس نمبر صفر، بعد ذلك كلما نقوم بارسال داتاجرام جديد راح نزيد الكاونتر بمقدار واحد ونضع هذه القيمه في السيكونس نمبر فيلد،
الهدف من أتاه هو منع الأتاكر من السنيفينج أند ريبلاينج باكيت، يعني نمنع الأتاكر من شم أو تحسس الباكيتات المرسلة والقيام بالهجوم الريبلاينج، لأنه يعني ريسبت أوف دوبليكيت أوثنتيكيتد أي بي باكيتس مي ديسربت ذا سيرفيس. يعني هنا إذا قمنا بإرسال باكيت معينة والسيكونس نمبر الخاص بها كان 5، بعد ذلك الأتاكر ممكن أنه يقوم بعملية ريبلاي بنفس رقم 5، لأنه إحنا نرقم كل يعني يعني كل باكيت بسيكونس نمبر ثاني، فاستلام أي يعني أي باكيت بسيكونس نمبر متشابه أو يعني مضاعف أو متطابق مع أي سيكونس نمبر آخر راح يؤدي إلى انقطاع الاتصال، بحيث أنه راح تعرف الأجهزة الطرفية أن هناك مشكلة حصلت في الوسط اللي هي قد تكون أتاك أو قد تكون خلل حصل في الشبكة. الطريقة أنه destination checks for duplicates، يعني هنا الجهاز الطرفي المستلم هو الذي يقوم بالفحص في حالة حصول يعني مضاعفات أو تكرار في السيكونس نمبر. هنا don't keep track of all the received packets, instead use a window. هنا بدل أنه يقوم بالحفاظ على كل تسلسل الباكيتات المستلمة راح يقوم بالحفاظ على window فقط، يعني هي نافذة لها يعني حجم محدد من الباكيتات التي يحتفظ بالتسلسل الخاص بها. هنا أيضا ذكرنا أكو عندنا ما يسمى بالسكيورتي بوليسي داتابيس اللي هي قاعدة بيانات إجراءات الأمنية. الإجراءات هنا for a given database sending entity needs to know if it should use IPsec. هنا البوليسي الخاصة بكل واحدة من الداتاجرامز هي التي تحدد للجهاز المرسل هل يحتاج أنه يستخدم IPsec أو لا. مثل ما ذكرنا هذا الشيء كان موجود في IP version 4، بالنسبة IP version 6 هو هذا الشيء obligatory، يعني ما نحتاج أنه نضيف بوليسي، هي already موجودة وكل الأجهزة تعرف أنه عند إرسال البيانات تحتاج أنه تستخدم IP security. Needs also to know which SA to use، أيضا تحتاج أنه تعرف ما هي السكيورتي أسوشيشن اللي تحتاج أنه تستخدمها. قد تستخدم أيضا Source and IP Destination، Source and Destination IP Addresses والبروتوكول نمبر، قد تستخدم هذه الأرقام لمعرفة ما هي السكيورتي أسوشيشن اللي تستخدمها. البيانات الموجودة في داخل SPD اللي هو Security Policy Database تحدد ما الذي يجب أن نفعله بالبيانات الواصلة. أيضا البيانات الموجودة في SID تحدد كيف نقوم يعني بالقيام بذلك، ما الذي سنفعله بهذه البيانات وكيف نقوم بفعل ذلك، يقصد بها أنه كيف سنقوم بفك التشفير وكيف يعني وأين سنقوم بإرسال هذه البيانات إلى أي جهاز مستلم. كملخص هنا يقول بأنه الـ IP Security Services راح نفترض أنه Trudy المان in the middle أو الومن in the middle هو موجود في الوسط بين الراوتر الأول والراوتر الثاني، واللي هو شيء طبيعي يعني لأنه عادة الهجوم يأتي من البوبليك انترنت، أما الهجوم من داخل المؤسسة الواحدة فهو مستبعد إلا أنه يعني هو نادر ولكنه ليس مستحيل. فإحنا هنا نفترض أنه التنل اللي راح نقوم بإنشائه هو من الراوتر الأول اللي هو الراوتر الطرفي في المؤسسة الرئيسية، والراوتر الثاني اللي هو أيضا الراوتر الطرفي في الفرع الثانوي الخاص بهذه المؤسسة. She doesn't know the keys. وأيضا نفترض أنه the man in the middle لا يعرف ال secret keys أو مفاتيح التشفير. الآن ترى عندنا هذه الأسئلة، هل سيستطيع the man in the middle من رؤية ال original contents يعني المحتويات الأصلية للداتاجرام؟ هل سيستطيع معرفة ال source IP address, destination IP address, transport protocol, application ports؟ هذه الأمور كلها سيستطيع معرفتها أو لا؟ طبعا مع برامج ال sniffing المتقدمة ممكن يكون هذا الشيء يعني متحقق إذا كان مثل ما ذكرنا باستخدام البرامج المتقدمة ومهارات الهاكينج القوية ممكن أنه هذا الشيء يحصل. كذلك هل يستطيع ترودي أو المان in the middle أنه يقوم بفليب بيتس without detection، يقوم بقلب بعض البتات يعني تحويل الصفر إلى واحد أو الواحد إلى صفر من غير أن يتم اكتشافه أو لا؟ هذا أيضا سؤال اللي يطرح نفسه. Masquerades as R1 using R1's IP address، هل يستطيع المان in the middle أنه يتظاهر أو يلبس قناع الراوتر الأول من خلال استخدام الاي بي الخاص بالراوتر الأول؟ هذه أيضا مثل ما ذكرنا في الدروس السابقة هذا الشيء ممكن يعني من الصعب يعني منعه إلا أنه يعني هناك الكثير من الحلول له. وأخيرا ريبلاي داتاجرام، هل يستطيع أن يعمل ريبلاي داتاجرام؟ مثل ما ذكرنا إحنا استخدام سيكونس نمبر يمنع عنا هذا الهجوم اللي هو الريبلاي أتاك. أيضا لأنه مثل ما ذكرنا سابقا في الأمثلة السابقة إحنا كنا نستخدم manual establishment of IP security اللي هو التأسيس اليدوي للـ IPsec وفي الـ endpoints، أي أنه سابقا إحنا كنا نقوم بوضع كل هذه القيم يدويا في الـ الراوترات الطرفية
هذا الشيء عمله لراوتر واحد او اثنين او خمسه ممكن يكون سهل، الا انه سيصبح امبراكتيكال يعني غير عملي في الشبكات الافتراضيه الخاصه اذا كانت تحتوي على مئات الاند بوينتس يعني مئات الاجهزه الطرفيه. فبدلا من انه نقوم بضبط كل هذه الاجراءات يدويا في الداتابيس الخاصه به، راح نستخدم ما يسمى بالاي بي سيك اي كي اي اللي هو انترنت كي اكسشينج، اللي هو تبادل المفاتيح في الانترنت بشكل اوتوماتيكي. هذا هو ايضا يعتبر احد المرفقات الرئيسيه لبروتوكول الاي بي سيك. الاي كي اي هو يحتوي على البي اس كي والبي كي اي، الاوثنتيكيشن هنا او بروفز هو يو ار، يعني اوثنتيكيشن بتعريفها باختصار مثل ما ذكرنا كيف تثبت من انت، يتم من خلال اما البري شيرد سيكريت بي اس كي او البي كي اي اللي هو البوبليك برايفت كيز اند سيرتيفيكيتس، وهذا يعني كلاهما تحدثنا عنهم في المحاضرات السابقه. بالبي اس كي بوث سايد ستارت ذا اول سيكريت، يعني كلا الطرفين المرسل والمستقبل يبداون بمفتاح سري يقومون بتنفيذ الاي كي اي تو اوثنتيكيت ايتش اذر للتاكد من يعني هويه الطرف الاخر. بعد ذلك يقومون بتوليد الاي بي سيك اس اي 1 ان ايتش دايركشن، يعني سكيورتي اسوسيشن راح يكون عندنا في اتجاه واحد لانه مثل ما ذكرنا هو سمبلكس، انكلودنج انكربشن اوثنتيكيشن كيز، كل هذه الامور اللي موجوده في الاي بي سيك اس اي. بالنسبه للبي كي اي ايضا سيبدا من بوث سايدز ستارت وذ بوبليك برايفت كيز، هنا راح يبدا ايضا كلا الطرفين تبدا بمفاتيح عامه وخاصه وسيرتيفيكيتس يعني ايضا يعني وثائق الكترونيه. بعد ذلك تقوم بتنفيذ الاي كي اي لتحقيق التاكد من هويه الطرف الاخر، تحصل على الاي بي سيك اس اي واحد لكل اتجاه ايضا. سيميلر وذ هاند شيكينج ان ذا اس اس ال، يعني هذه الخطوات تشبه الهاند شيكينج او المصافحه اللي موجوده في بروتوكول الاس اس ال اللي شرحناه في المحاضره السابقه. تو فيسز يعني اكو عندنا في الاي كي اي او طورين او يعني خطوتين رئيسيتين. الخطوه الاولى يتم بها تاسيس الباي دايركشنال اي كي اي اس اي، تاسيس الاتصال الثنائي الاتجاه، بحيث انه الاي كي اي اس اي ديفرنت فروم ذا اي بي سيك اس اي. هنا السكيورتي اسوسيشن الخاصه بالاي كي اي تختلف عن السكيورتي اسوسيشن الخاصه بالاي بي سكيورتي، also known as ISA KMP security association. الطور الثاني راح نستخدم بها ISA KMP used to securely negotiate IPsec pairs of SA، يعني هذه تعتبر الخطوه الاولى لتوليد الاي بي ISA KMP. بعدين نستخدم هذا ISA KMP لتوليد زوج من السكيورتي اسوسيشنز اللي هي التخصيصات الامنيه الخاصه ببروتوكول الاي بي سكيورتي، يعني كانه الاي كي اي هو فد بروتوكول تمهيدي لعمل الاي بي سكيورتي يعني بشكل اوتوماتيكي بدل انه نقوم باسناد كل الارقام بشكل يدوي من قبلنا. ايضا ذكرنا بانه الفيز 1 هاز تو مودز اللي هو الاجريسيف مود اند مين مود. الطور الاول يحتوي على نوعين، يعني الاجريسيف اللي هو يعني العدائي والمين مود. الاجريسيف مود يوزز فيور مسجز، هذا الطور يستخدم رسائل اقل. بالنسبه للمين مود بروفايدز ايدنتيتي بروتكشن اند از مور فلكسيبل، الطور الرئيسي يوفر لنا حمايه للخصوصيه او الهويه وكذلك مور فلكسيبل يعني اكثر مرونه من الطور الثاني، لانه يعني بمعنى انه يستخدم مور مسجز على خلاف النمط الاول. اخيرا الاي بي سيك سكيورتي مثل ما ذكرنا يعني الاي كي اي راح يكون هو تبادل الرسائل للخوارزميات والسيكريت كيز والاس بي اي اس بي اي نمبرز، يمكن استخدام اما الاي اش او الاي اس بي بروتوكولز او كلاهما. هذا يوفر لنا الاول مثل ما ذكرنا انتجريتي وسورس اوثنتيكيشن، الاي اس بي يوفر لنا اضافه الى الاي اتش انكربشن، ايضا الاي بي سيك بيرز كان بي تو اند اني تو اند سيستمز، يعني الاجهزه التي تستخدم الاي بي سكيورتي هي اي طرف اي جهازين طرفيين في الشبكه او جهازين من نوع راوتر او فاير وول او راوتر يعني وفاير وول اخر مع أجهزة طرفية، يعني كل أي كومبينيشن يعني من أي جهازين طرفيين في الشبكة أو جهاز وسطيين في الشبكة يمكن أن يستخدموا الـ IP Security لتأمين الاتصال فيما بينهما في شبكة واحدة أو في شبكة افتراضية شبكة خاصة افتراضية. هذا هو كل ما يخص الـ IPsec، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة راح نبدأ نتحدث عن Securing Wireless Local Area Networks، فخليكم معنا. شكرا جزيلا ومع السلامة.